الرجل ديت رجل شمال ولا يمين؟ بعرفها ازاي؟ الشولدر الشولدر جوينت بيبقى لقدام، الشولدر لقدام والقلب لورا، والحافر لو بتشوف الحيوان وهو ماشي دي اسمها التو، فناخدها في الحافر اللي قدام والهيل الكعب لورا. فكده وش الحيوان فين؟ يم ولا يمكم؟ يم. يبقى الناحيه يبقى الرجل دي شمال ولا يمين؟ ودي اللتر ده اللتر يمين دي شمال يمين ليه يمين ليه يمين؟ بقول لك وشه يمي الناحيه دي لتر، يبقى هو نايم كده صح؟ يبقى الناحيه دي شمال. دي مهمه جدا عشان اعرف اتجاهات. يبقى بتدخل على الامتحان، لما بدخل على الامتحان اول حاجه احطها في دماغي في الرجل اللي بيجي لك بيجيلك الرجل كامله. اول حاجه اعرف الاتجاهات فين الكرينيا من الكودا، واعرف دي لاترال ولا ميديا عشان اعرف اتكلم على العضلات، لان مقسمينها جروب. اللي على اللاترال كان فيه كام عضله؟ عضله واحده ترابيزيوس. ايه بس قطعينها مش عايز صوت. معلش هو مقاطعنا المفروض ماسك دي كده. الترابيزيوس ماسل الجزء ده ده السيرفايكال او الكرينيال بار، والجزء ده اسمه ليه الكودال بار. ده السيرفايكال وده الكودال بار، والابيض ده الابنروز اللي مالكوا عليه اسمه ابو نيرون. صوت ها ابو نيروزس ماسك في التيوبر بتاع ليه ده التيوبر التيوبر بتاع ليه السباين دي الاسكابولا عامله الاسكابولا دي كلها. مش معقوله بقى لا دي عظمه اللي هي الاسكابولا ده التيوبر. لو جت الناحيه دي يبقى دي الكرينيال بارت او السيرفايكال، وده الايه الكودا بارت، والابيض ده الامنروزس دي اللي موجوده على اللاترال. لو قلبت على الميديال الناحيه الثانيه الاسكابولا من فوق بيبقى فيه كارتريج الابيض ده غضروفه كارتريج ده شايفينه مش غضروفه الابيض ده اهو ده سكابولا كارتريج. الكارتريج ده العضله اللي ماسكه في الكارتريج اسمها رومبويدس. اسمها ايه؟ ده الكرينيال بارد وده الكودال بارد. ده الكرينيال سيرفايكال وده الكودال الثوراسيك عشان هم ملتحمين مع بعض كده صعب ان انا افصلهم عن بعض. فلو جت في الامتحان قلت رومبويدس على اي واحده فيهم مفيش مشاكل، بس دي عضله ايه لوحدها والعضله دي عضله ثانيه اسمها ايه سيريتس فنتراليز ماسل. لو تفتكروا على الاسكابولا كان فينا تو فيسز سيريتس اي ماسكه فيهم برده متصلين ما اعرفش افصلهم عن بعض الاثنين متصلين. يبقى العضله دي اسمها ايه؟ والعضله ديت يبقى دي عضله اهي ودي ايه عضله دي اسمها ايه ثاني؟ وديت رومبويدس. في عضله بتيجي من الظهر اهي قلت لكم بتميز ان التندون بتاعها بيكون فيري ثين وهي فلات لاتسمس دورسي. اسمها ايه؟ لاتسمس دورسي. شايفينها؟ لاتسمس دورسي عضله مميزه جدا بالتندون بتاعها. شايفين الابيض ده؟ وجايه من الظهر من ورا. يعني دي بتنتهي هنا ده الشولدر هتشده هنا بتعمل فليكشن لان جايه من ورا هتشد كده تعمل فليكشن. ماشي؟ العضله الاماميه بقى اللي بتقابلها بس من قدام عشان تعمل بالانس من قدام دي ده الهيومرس يا جماعه ماسكه في الايه الهيومرا الكريست وبتطلع لقدام كده للرقبه اسمها بريكيوس فالي. اسمها ايه؟ بريكيوس فالي. شوف انا بفهم بحفظ العضلات بشكلها وهي ماسكه فين. ايه اللي عرفني دي البريكيو؟ لان دي الهيومرس وده الكرينيال بارت اللي عليه هيومرا الكريست فهي ماسكه فين وطالعه لقدام كده. ودي عضله مميزه بتبقى كبيره شويه اسمها ايه يا جماعه؟ بريكيوس فالي. البريكيوس فالي بقى في عضلتين هنا هم جنب بعضيهم دول الديب بيكتورال. العضله السيفيه اللي تشبه السيف اهي زي السيف يسموها السيفيه اسمها ساب كليفيوس. اسمها ايه؟ يبقى دي اسمها ايه يا جماعه؟ ساب كليفيوس. اللي جنبها اختها اللي هي الاسندنج بيكتور، والاثنين مع بعض دول بيكونوا الديب بيكتور. بيكونوا ايه؟ الديب بيكتور. انا ارفعها ازاي بس؟ ما انا اسيبكم تراجعوا دلوقتي. دي اسمها اسندنج ودي اسمها ايه؟ ساب كليفيوس. ساب كليفيوس الاثنين مع بعض يسموهم ديب بيكتور. الاثنين السوبرفيشال مع بعض هم معلش واحده عرضيه دي اسمها ترانسفيرس بالعرض، واحده مكببه شويه فينا هي اسمها ديسندنج. اسمها ديسندنج بيكتور. دور السوبرفيشال بيكتور ديسندنج ودي ايه ترانسفيرس. دور الديب ساب كليفيوس وايه اسندنج. ماشي كده خلصنا السكشن مراجعه سريعه. دول الديب دي الساب كليفيوس مش هشوف خالص ودي الاسندنج. العضله اللي جايه من الظهر دي لاتسمس دورسي. اه لاتسمس دورسي دي رومبويدس دي ايه ترابيزيوس.
العضله اللي جايه دي اللي قدام دي البريكوس فاليكال، بريكوس فاليكال، ودي الترابيزيوس. ممكن حاجات من على الميديال تبان على اللاترال، ودي نجيبها في الامتحان. يعني ديت لو جت في الامتحان تقول لي رومبويدس اقلب وشوف في الامتحان ايه اللي بتلاقي الرومبويدس. دي نفس الكلام لو عايزين نصعب عليك، لو جت هنا السريتس لو حطينا هنا، لو جت قلب تلاقي السريتس برضه، اقلبوا وعرفوا العضله ايه. فممكن تتمسك باي طريقه، دي برضه البريكوس فاليكال ممكن يمسكها من هنا، دي الدسندي، واضح؟ دي السبكليفيس ممكن يتمسك من هنا السبكليفيس. فتبقوا لازم تفهموا العضله من اولها وايه واخرها، وراجعوا بقى لمده نص ساعه بعد كده.